يقول السائل: جامعت زوجتي في الحج قبل طواف الإفاضة، ثم قمت بالطواف بعد ذلك لأني نعم قمت بالحلق. نعم يقول: جامعت زوجتي في الحج قبل طواف الإفاضة، ثم قمت بالطواف بعد ذلك لأني قمت بالحلق والذبح، فما الحكم في ذلك؟ يعني رمى الجمرة، رمى الجمرة وحلق، هذا تحلل التحلل الأول، ويحرم عليه وطء زوجته حتى يأتي بالثالث وهو الطواف، فهذا حج صحيح لا يفسد، لأنه تحلل التحلل الأول، ولكن يكون عليه فدية، يكون عليه فدية بدل الجماع الذي حصل منه قبل التحلل الثاني. نعم.